يشكر الناس أننا هناك جمعيات جديدة متمثلة في جميع المساجد الأئمة كلكم تعلمون. قمنا بتنظيم كباقي ولايات الوطن الحملة الوطنية لمجابهة كوفيد بالتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني اللي حاضرين هنايا معنا والقطاعات الوزارية من أجل خدمة الوطن، مجتمع مدني في خدمة المجتمع والوطن. نشكر جميع الفاعلين اللي حضروا معنا. ولاية جيجة إن شاء الله ما زالت الحملة مستمرة، نشاطات كثيرة منها التبرع بالدم، منها الكمامات، منها أيضا التلقيح والعمليات التطوعية في إطار التعقيم. نرافق ونثمن كل المبادرات الهادفة إلى الرفع من وتيرة التلقيح وكل ما من شأنه حماية المواطن وما يسرع كل ما يسرع بالخروج من هذه الأزمة الصحية. إذن سخرنا إمكانيات مادية وبشرية لإنجاح هذه المبادرة ونتمنى بإذن الله أن تلقى النجاح الذي تستحق.